اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر. واش الأطباء المستقرفين تعاملوا بهذه الطريقة؟ واش يتهمهم أنهم بغاو يخدموا وطنهم؟ ماشي انا تنسطر بصراحه البرنامج، حنا كاولياء ما تنسطروش برنامج نضالي، تيسطروه لاكنيم وحنا تنازرو. واخا ما كتهضرش على ان الوزاره ما بغاتش تلقى الحل مع تعمدات، ما تلقاش الوزاره ما بغاتش تعترف بخطاها لان هي تاخرت تنزيل مضامين الاصلاح. الوزاره ما بغاتش لان ما باغياش تعترف بخطاها. هادشي علاش؟ هذا هو اللي تدي، هذا هي اساس المشكل، هو عدم اعتراف السيد الوزير باخطاء ديالو بتاخير تنزيل مضامين الاصلاح. احنا مع الاصلاح ولكن كان خصو يتنزل فوقته. جاي نعتصم انا والزوجه ديالي والبنت ديالي بثلاثه، يعني اسره وحده، جايين ثلاث ناس، لان نبقاو محبطين في دارنا ولا ما نجيو ندوزو الليله هنايا نعتصموا. المصير بيد الله، ما نقدرش نقولوا حنا المصير بيد الله، ما عارفاش حنا نقولوا هما تيقلبوا لي. المصير بيد الله بصراحه، حنا خايفين على ولادنا كيما هما خايفين، والنفس ديالهم محبطه للحضيض. تنحاولوا نواكبوهم ولكن حنا ما قادرين، حنا براسنا خصنا اللي يواكبنا. حنا مرض نفسيا هو مرض نفسي. القاملين كنا ناويين غنباتوا هنا، جاوا رفضوا ما خلاوش. كنا ناويين نديروا اعتصام هذه الليله هنا، تشوفوا السلطات هي باغي تحيد الاعتصام، فضلت الاعتصام باي وسيله. الوسائل القوه بيسير هي عندها القوه، حنا ما عندنا ما ندير. والله لا ما نقدرش نقول المقاربه الامنيه، ما نقدرش نقول واش هما عندهم عندهم تعليمات، ما نقدرش ندخل في هادشي. شوف التفاصيل انا كأم، ولكن التفاصيل كل كنخليها للجنه الوطنيه ديال طلبه الطب. انا الحاجه اللي كنشوفها اللي منطقيه، عاد خمس دفعات من بخوميه غالي حتى الساكيه مالي خصهم يتعفاو مع الاصلاح الجديد، لان داز الوقت وهادو ما كانش معنيين بالاصلاح الجديد. يتعفوا هاد الخمس دفعات والاصلاح الجديد ان شاء الله يبدا من هاد السنه الجديده. هذا هو الحاجه اللي فهمها انا، اما التفاصيل كلها عند اللجنه الوطنيه للطلبه الطب. المنع هادشي التفاصيل اش نقول لك، هذاك ما ولفنا عليهم احنا بهاد ما يمكنش ندخل في هاد الحوايج هادي بحال هادي، لان ما غاديش نعطي فيها حتى شي افاده. انا الحاجه وحده اللي كنطلبها هي داك الخمس دفعات من بخوميا غاني حتى الساكيا ماني. كنترجاو كنطلبوا من السيد الوزير ان هاد الخمس دفعات تعفاو من اصلاح جديد، لان داس يعني ما يمكنلهمش يستمروا بهاد الوضعيه هذه اللي كيجي. نتمنوا الدفعه الجديده تبدا الاصلاح من جديد، برمجه جديده.